السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم جنى. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم نعمل زينة جميلة كده إن شاء الله من ورق الفوم. أول حاجة أنا معايا ورقة كرتون، وأجيب أي حاجة كده مدورة، أجيب القلم بتاعي، أحدد 3/4 الدايرة اللي موجودة عندي دي، بعد كده بنفس الحاجة وارجع تاني على من عند الربع كده برضو، احدد بحيث ان انا اقطع الدايرة اللي انا عملتها، وهرجع تاني اخد حتة صغيرة من الطرف كده. كده انا عملت شكل هلال. ابدأ اقص قطعة الكرتون بالمقص، خلصها كلها. خلاص كده بعد ما قصيت قطعة الكرتون أبدأ ان انا اغطيها بورق الفوم. احدد القطعة اللي انا هقصها، خلاص كده هقصها بمقص. خلصه بعد ما قصيت قطعة الفوم وقصيت قطعة الكرتون بتاعتي اهو، أبدأ ألزقها بالشمع. الفكرة بسيطة جدا، ألزق آخر حتة. خلاص كده أنا لزقت الهلال بتاعي. بعد كده أعمل إيه؟ أنا قصيت 3 نجوم كده بأحجام كده ورا بعض، قصيتهم من اللون البينك عشان احطهم على الهلال بالشكل ده كده. ابدأ ان انا الزقهم. نقطة شمع بسيطة كده، ألزق النجمة الصغيرة. بعد كده هعمل ايه؟ انا معايا كده بطرون صغير لفانوس، احدده بالقلم بتاعي عشان اقصه. خلاص كده انا حددت شكل الفانوس بتاعي على ورق الفوم، ابدأ اقصه. خلصه كله. خلاص انا قصيت الفانوس بتاعي. بعد كده هعمل ايه؟
انا جايبه غطا كده صغير برضو، هعمل بيه هلال صغير بنفس الطريقه اللي عملناها في اول الفيديو. هاخد 3/4 الدايره، ومن عنده ربع الدايره كده برضو احط الغطا تاني، هيديني شكل الهلال. هقصه، هعمل منه 3، هعمل 3 هلال صغير. خلاص كده اهو، احدد كمان 2. وعملت كمان 4 نجوم غير النجمة دي، بس 2 صغيرين و3 برضو أحجام ورا بعض كده. والفانوس بتاعي عملت له دوائر صغيرة كده أحطها عليه. ودي النجوم اللي أنا عملتها. جام كده مختلفة. أبدأ إن أنا ألزق بقى الحاجات اللي أنا عملتها دي كلها، ألزق الدوائر بتاعة الفانوس. خلاص كده خلصت الفانوس. بعد كده هجيب صراص واخد شرايط كده رفيعة منه، انا هحتاج عشان اخلص الزينة بتاعتي دي هحتاج حوالي 4 شرايط. انا قصيت 2 والباقي انا قصاه برضو قبل كده. بعد كده هعمل ايه، هاخد شرايط اللي انا عملتها من الاستراس دي وابدأ احطها على الجوانب بتاعة الهلال عشان اداري الكرتون ما يبقاش باين. انا هحط الاستراس على الهلال كله. خلاص انا خلصت، عملت الاستراس على الجوانب بتاعة الهلال. بعد كده هبدأ بقى ان انا اعمل فينيش النهائي، أبدأ اعلق الفانوس مع الهلال بشريطة صغيرة كده من السراس، احط شمع. خلاص كده طبعا اتلسعت. خلي بالنا من الشمع. خلاص انا لزقت الهلال مع الفانوس. ابدأ بعد كده ألزق النجوم والتلاتة هلال اللي انا عملته. طبعا عشان ألزق اقلب النجوم بالمقلوب. اول بس اظبط النجوم كويس. خلاص كده هيبقى هو ده شكلها، والهلال هيبقى في الاخر ده. جيب بقى شرايط الاسترس اللي انا قصتها وابدا الزق
كل الحاجات اللي انا عملتها دي في الهلال بتاعي، طبعا الاستراس يكون بالمقلوب عشان لما اجي اعدلها يبقى باين معدول. اقص بقى الحتت الزيادة، ابدأ اعمل اللي في النص، احاول بالنظر كده اظبطهم يبقوا قصاد بعض عشان كل حاجة تبقى مظبوطة ومقاساتها تبقى مظبوطة، الفينش بتاعك يبقى كويس. هلزق النجمة الكبيرة اللي تحت، طبعا الاسترس خلص، اكمل اوصل بشريط استرس تاني عشان الزق الهلال اللي في الاخر. طبعا كل شوية لسه من الشمع. اقص بعد كده الاسترس الزيادة، اعمل الجزء الاخير اعلقه، طبعا النجوم بنعلقها من النص والهلال بنعلقها من النص. خلاص كده انا خلصت لزقت، اعمل بعد كده اخر حاجة خالص العلقة بتاعتي، بصوا طالعة جميلة وبسيطة جدا. ابدأ بقى اعمل العلاقة، اجيب كده شريطة صغيرة من الستان، ممكن اعملها باللون الابيض او ممكن اعملها باي لون من الوان الفانوس اللي موجودة عندي. خلاص انا لزقت كده قطعة الستان، برضو انا دايما بعمل ايه احتياطي عشان تبقى ثابتة، اخد قطعة كده من الكرتون والزقها بالشمع، احط شمع كتير كده على قد ما اقدر فوق شريط الستان، واحط قطعة الكرتون عشان تثبت العلاقة. خلاص كده انا خلصت العلاقة بتاعتي، جميلة جدا وشيك، جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولو بتزوروني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وأتمنى تكون نالت إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله.